فيه البرد مع الشش. اشنو معنى هذه القضيه؟ هذه قصه ديال واحد الشاب اللي كان يعني في العلاقات الجنسيه ديالو مزيان بخير، ما عنده حتى شي مشكل، حتى واحد النوبه يعني نعس مع شي وحده ديال الزنقه، اولا نقولوا بنات اللي شويه ام سخين، اولا بنات اندعارة، اولا بالمفهوم الفرنسي لي بروستيتوي. يعني من ذاك النهار مرض، يعني تقريبا واحد 6 سنين ولا 7 سنين من مرض، يعني كان القيح تيخرج منه من الذكر ديالو، يعني وهنايا طبعا يعني تصاب بواحد نقولوا الخلعة والتصدم، والذكر ديالو انتفخ كذلك، كله الخصيتين ديالو انتفخوا بجوج، والراجل مشى يتسطم، مشى حماق يعني بحال شي زلزال ضربو. طبعا الراجل ملي تيتقاسم مثلا في الذكر ديالو ولا في الخصيه ديالو، تيحس يعني بواحد الصدمه كبيره من الناحيه النفسيه، ثم بواحد الالم، لان الالم شديد. شحال من واحد مثلا شفناه لان مرض حتى هو يعني، والميكروب ونسى راسو، ولات الخصيه ديالو قد هكا يعني انتفخت بزاف، ودابا نيت ما بقاش تنتج داك الخصيه حتى شي حاجه، لان الخصيه الا مرضات ما تبقاش تنتج المني، وتتقدر الله يستر تعادي الاخرى. اذا داكشي علاش دائما حنا كنا دائما تنقولوا عندك في العلاقات الجنسيه ديالكم، حتى الا كنتي درتي شي علاقه، طبعا تيبقى الزواج هو الاهم شيء، هو الشرع الحمد لله، وهو النظافه يعني، ثم اليقين. في حين تتنعس مثلا هو ملي نعس مع داك المراه نقولوا بنات الزنقه هكاك، وكانت نقلات له، لان هذيك تتنعس معها بالزنقه، تتكون تتنعس مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا، ومن تجي تتنعس معاك مثلا يعني تتكون هي مريضه وتتنقل لك المرض، وانت يعني ما عارفش. والاكثريه الشباب ملي تنسولهم مثلا واش تدير الواقي، تيقول لك لا، الواقي هو البريزرفاتيف ولا الكبوط ولا يعني سميتو البريزرفاتيف. لان هو من بعد ما مرض كذا دابا هكاك الحمد لله، يعني مشى وخد الدواء ديالو وداكشي ولا بخير من الناحيه العضويه، ولكن مرض من الناحيه النفسيه. دابا دائما تيعتقد على ان هو عنده البرد، يعني عنده الميكروب معشش عنده، وحسو لا بدا يخرج باش عاد يبرع. علاش؟ ان دابا من داك الوقت هادي 7 سنين وهو مثلا مازال صغير، فوق ما يمشي ينعس مع شي مرا يعني تيفشل وبغى يتسطى، وبعد نوبه تينعس مع شي، تعرف مثلا العيالات مثلا ديال الزنقه تيكونوا بعد نوبه تيضربوا الراجل واحد الضربات قاسيه، يعني تقدر تقول لك مثلا الذكر ديالك صغير، او انت ماشي راجل، واو انت مازال صغير بحال دابا هكاك وفي عمرك بحال 90 عام، ان البنات ديال الزنقه دي يعني الا بغيتي تقهرها هو ان الذكر ديالك ما تيقومش عليها، وانا عندئذ هي تفرقع، لان الاصل ديالها حصه مثلا تدخل ينتصب الذكر ديالك، تقضي الغرض ديالك، تخلصها وتمشي بحالك. اذا ما تكون لا عاطفه لا حب لا حنان، ان ماشي مزيان مثلا انت تنعس مثلا مع الزوجه ديالك، الزوجه ديالك الحمد لله تتكون نظيفه، تيكون عندك واحد اليقين فيها، تيكون ما عندكش الشك فيها، ما تيكونش عندك الفكر ديالك ان زعما امراه مسخه ولا تنقل لك شي مرض. ثم مثلا تتنعس مع شي امراه مثلا مراتك، وتتكون تتحبها، داك العاطفه تتلعب دور كبير، ماشي انت تنعس مثلا مع البنات ديال الزنقه هي وبنات مسخين. اولا النفسانيه ديالك تتكون خايف، خصوصا هو دابا يعني من بعد نقولوا ما نعس هذه 7 سنين هو مريض، فوق ما يجي نعس مع شي مرا تيتخيل له في بالو على ان داك المرا تنقل له المرض، ولذلك تيفشل. اذا هو تيعتقد على ان يعني البرد مع الشش عنده، ولكن يعني هو كان الدواء الحمد لله، يعني هو عنده الزهر لان الذكر ديالو ما تصابش، فقط شويه بعد نوبه البولام تيبول، تجي شويه ديال الحريق مثلا، او لا تخرج بعد نوبه منقطه على داك اليوغاتخ، او لا داك التويو اللي خارج من النبوله من الذكر ديالو، هو نيت اللي تيخرج منه المني. ولذلك بعد نوبه الرجال تيكون يصابوا بشي التهاب وشي مرضو، يعني تيقدر يعني على ان يقع له التهاب ويقدر يعطيك بعض الالم. طبعا هناك امراض جنسيه مثلا كثيره، هناك ليربيس، هناك السيفيليس، هناك لا قدر الله السيدا، داكشي باش حنا دائما تنقولوا لا قدر الله. طبعا تيبقى احسن شيء هو الزواج، ولكن يعني انت اختارية الشباب تتكون عندهم علاقات ماشي شرعيه، ولذلك داك البريزيرفاتيف الواقي ضروري. فطبعا هو يعني اتصل عليا وكذا، الحمد لله يعني الحمد لله الذكر ديالو يعني نقولوا عادي، والخصيتين ماشي مرضو. يعني انا عندي مثلا شحال من واحد اللي الخصيه ديالو مثلا انتفخت له، او لا يعني عنده واحد الالم شديد، يعني واحد المريض تيغوت لبرب اللي خلقه. علاش؟ لانه وقعت له بروستاتيت،
يعني بروستاتيت يعني التهاب ديال البروستات ديال سميتو، وهنا تتعطي الحريق. دونك خصكم تحتاطوا في العلاقات الجنسيه ديالكم، ماشي تزيد وتنعس يعني مع اي وحده، وتيبقى يعني الزواج هو احسن شيء لانه هو الشرع. اذا هو مثلا شنو تيوقع له؟ بقى موسوس فوق، فقد الثقه في نفسه، ومن تيمشي ينعس مع شي مثلا شي امراه وتنهي باش يجرب، يعني ما تنجحش في العلاقه. علاش؟ لان هنا حتى العقل ديالو تيخدم مزيان. شنو معناته العقل ديالو تيخدم مزيان؟ هو العقل راه يفشل الذكر. لان علاش اللي راه يفشل الذكر؟ باش ما يوقعش انتصاب. ولذلك هو مثلا لان لو وقع انتصاب ودخل مثلا وعاوتاني نعس مع شي مرض ديال الزنقه والمرض الفساد مثلا ومسخره تنقل له شي مرض، ولذلك الحمد لله الاورغانيزم ديالو العقل ديالو تيفشل له الذكر ديالو. اذا هذه القضيه يعني مهمه. كذلك مثلا كما اشرنا يعني ننصحته بالزواج. علاش؟ لان الا تزوج لا يعني داك المرض راه يطمئن ليها، في حين تينعس مع شي مراه مثلا يعني بالزنقه دائما غيجيب له ربي داك المراه هي اللي لقطات له وعطات له المرض، نقولوا النوبه الاول. ثم يعني لا قدر الله شي واحد فيكم تصاب ومرض مثلا، ولا عنده الام، ولا عنده لقيح خارج من الذكر ديالو، ما تبقاش غافل على روحك، خصك في البلاصه تمشي عند الطبيب، لان يقدر مثلا يعني داك الشيء يولي مزمن وتصاب لك الخصيه مثلا، تموت لك الخصيه او لا شي مشكل مثلا في الذكر ديالك. إذن هو يعني مازال تيعتقد على ان عنده البرد، يعني تيقول لي انا لا بدي يخرج هذا البرد، وما عادش شو تيبقى يمشي يشوف الانترنت والاعشاب راه يتسطى راه يحماق. اذا هو فقط عنده الوسواس، وعنده كما فسرت لكم يعني هذه القضيه هذه، فوق ما تيكون شي علاقه مع شي وحده تيفشل، لان يعني داك الصدمه اللي وقعت له النوبه الاولى تترجع له، يعني الخوف من الفشل يؤدي الى الفشل. لان ان شاء الله عطينا واحد الدواء باش يقوي له يعني الرغبه الجنسيه، نصحنا باش يقطع العلاقات تماما مع البنات ديال الزنقه والبنات ديال الفساد والبنات ديال الدعاره، لان العلاقات الجنسيه معهم عامه ما تتكونش مزيانه، هي علاقات بدون عاطفه بدون حب بدون غرام بدون اي شيء، هي فقط زيد ودخل بحال الحيوان. اذا نصحنا كذلك بالزواج ولا يقوم بهذه الاشياء هذه، وان شاء الله باذن الله تيسر الامور. اذا كانت هذه قصه حقيقيه ديال واحد المراجع واللي فيها فوائد بالنسبه لكم، نتمنى ان شاء الله تستفدوا كذلك. تمنوا تشاركونا في الصفحه ديالنا فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو. وموعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل، طبعا نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب يعني بالكاميرا، يعني رقم الواتساب هو 06 64 00 95 50، ولكن فقط للفحص ماشي للاستشارة. إذن شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.